رول اللحمه بالفستق. عشان نعمله محتاجين لحمه مفرومه، ثوم مفروم، بصل، ملح وفلفل وقرفه وجوز الطيب وسبع بهارات، بقسماط. بعد كده الحشو، محتاجين فستق مجروش، ومحتاجه للسلق بتاع الرول بصل وجزر وكرات وكرفس وحبهان ولورا ومستكه، شويه ميه مغليه، محتاجين ضروري من ضمن الوصفه البلاستيك راب او اللي هو الاسترتش، بس تتاكدوا انه يكون ينفع يخش النار، لانه في انواع منه على البارد وفي انواع منه بتستخدم للسخن، فبس دي المعلومه اللي تتاكدوا منها. وهنحتاج فوقيه فويل. بعد كده للتزيين عندنا او للتقديم عندنا كاتشب او باربيكيو، احنا هنستخدم كاتشب لانه موجود في كل البيوت، وخضار سوتيه وفستق. عشان نشتغل بقى هنا في الرول، هاخد بسم الله اللحمه، لحمه مفرومه بدهن من غير دهن زي ما انتوا عايزين، يعني كل واحد يستخدم اللي هو حبه. ادي اللحمه، بصل، اي تقطيعه او فرمه بس عشان نساعد الكبه مش اكتر، ثوم، قرفه، جوزة الطيب، سبع بهارات. كل واحد يستخدم يا جماعه برضو البهارات اللي هو بيحبها، مفيش اي مشكله خالص. اقفل، لا ملح وفلفل الاول، ملح، فلفل اسود، اقفل، اشغل، مفيش اي تعرجات. وبعدين اقوم جايبه، انا هحشي بالفستق فهحط شويه فستق. اي حشوه هتحشوها ماشي الحال، مش هنختلف. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقوم جايه واخده الرول ده اهو كده عشان تشوفوني احسن، وبعدين ابتدي الف واضغط والف تاني، ها، واضغط والف تالت. ودي بقى اسيبها عشان محتاجه ان انا اقفل الرول بالبلاستيك راب، فهخليها معايا هنا عشان هقفل بيها الناحيه التانيه. يا جماعه فاهمين قصدي؟ خليكم معانا لو سمحتوا اهو عشان اقفل بيها تاني اهي، فابقى القفله دي جوه البلاستيك راب. وبعدين اقوم واخده هنا ورابطه، واخد هنا الناحيه التانيه نفس طريقه اللانشون كده اهو، واربط جزر، بصل، لورا وحبهان، مستكه، ملح وفلفل اسود يا راويه. واسيبه بقى واقلبه كل شويه او اغطيه بالميه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.